يا مرحبا في حنة أصحاب المكارم والشرف ألا بهلي عزها ربي وعلى شانها تخرج عيال عود لا وصلها العلم فالدعوة وقف ما يستقيم أمر السفينة غير من ربانها في حلة أصحاب الكرم والشرف ألا بهلي عزها ربي وعلى شانها عيال عود لا وصلها العلم فالدعوة وقف ما يستقيم أمر السفينة غير من ربانها عيال بن جاسر خماسين ورايتهم ترف على صروح المجد من وقفتها وإحسانها جعل الجنان الخلد مسكانه وينزل بالغرف مع الصحابة مرحبا في حلة اللي فالمواقف تنعرف مجالس من طيبها لها فتحت بيبانها يقولها عبد الله ابو سعود رجل لا وقف فالمقف اللازم هجد عربيدها وشيطانها وخوه ابو عبد الله اللي صايب عين الهدف بالدين وسعوا للرجال ولابس انتجانها في حفل تكريم الذي دايم على الطاله ولف سعود خيال المراجل ماسك بعنانها ابو محمد راعي الجاه الكبير المعترف تسلم يمينه والكرم من طبعها وعنوانها خذ المراجل بالفعل ولاخذها بالصدف يسهر طويلات الليالي واجتهد من شانها شيخ يبيض وجه ربعه كل ما يقف بصف اشهد له كرام اللحى شبانها وشبانها يا مرحبا في مرحبا ترحيب طيب مختلف فالحله اللي تبتهج يوم اقبل وظيفانها يا مرحبا في حله اصحاب المكارم والشرف الا بهلي عزها ربي وعلى شانها عيال عود لا وصلها العلم فالدعوه وقف ما يستقيم امر السفينه غير من ربانها عيال بن جاسر خماسين ورايتهم ترف على صروح المجد من وقفتها واحسانها جعل الجنان الخلد مسكانه وينزل بالغرف مع الصحابه والنبي ويا رجع على حضانها يا مرحبا في حله اللي فالمواقف تنعرف مجالس من طيبها لها فتحت بيبانها يقولها عبد الله ابو سعود رجل لا وقف فالمقف اللازم هجد عربيدها وشيطانها وخوه ابو عبد الله اللي صايب عين الهدف بالدين وفعول الرجال ولابس انتجانها في حفل تكريم الذي دايم على الطاله ولف سعود خيال المراجل ماسك بعنانها ابو محمد راعي الجاه الكبير المعترف تسلم يمينه والكرم من طبعها وعنوانها خذ المراجل بالفعل ولاخذها بالصدق يسهر طويلات الليالي واجتهد من شانها شيخ يبيض وجه ربعه كل ما يقف بصف اشهد له كرام اللحى شبانها وشبانها يا مرحبا في مرحبا ترحيب طيب مختلف فالحله اللي تبتهج يوم اقبل وظيفانها او من خارج المملكه ودول الخليج جوال 00 9 6 6 5